اوكي مرحبا، كيف حالكم شباب؟ طبعا احنا هلا بدنا نعمل شغلة بناء على طلبه للزلمة. قال انه بالكتاب قال انه ركب التايمر دوت سليب بالايكوار، اوكي، وشوف شو كيف بتصير تتصرف الجن ايفنت والسينكرونايز مع لما تكون حتى سينك نوتيفاي، لما تحط جن ايفنت مع نوتيفاي. طيب هلا انا شو عملت؟ الكود تبعنا طبعا هدول كومنتد ما لهم لازمه، ما حدا يشغل حاله فيهم. احنا الكود تبعنا هذا هو نسخناه من الكتاب. هلا هو شو طلب مني؟ يحط التايمر دوت سليب. طب حطينا تايمر دوت سليب قبل ما نطبع، تمام. هلا لما يصير معالج للايفنتس اذا استعملت نوتيفاي شو بصير، واذا استعملت السينك نوتيفاي شو كمان بصير، تمام. طيب راح اسكر الاكس ال اللي هون، اوكي، اي اكس اللي هون نشغل. هلا نعمل امبورت فايل، طبعا انا فاتح الطرفية بالمكان المناسب، تمام. ماي موديول دوت اي اكس اس، تمام. طبعا عشان نحط هاي بعدين نفتح. هلا هيك صار عندي اياها. طيب هلا شو بيبقى علي؟ بدنا نعمل توليد ل مانجر، اوكي، زي ما هو بيعمل، اوكي. فبنقول فبدنا نعمل اول شيء بدنا نعمل شو اسمه الجن ايفنت ستارت لينك، اوكي. بنقول له انه اوكي ومع ايفنت مانجر، بتساوي جن ايفنت دوت ستارت اوكي. هلا شو بدي ازيد؟ بدي ازيد له هاندلر، تمام. فبزيد هاندلر، اوكي، عشان بلش الشغل. الهاندلر احنا معرفينه انه يطبع كلمة هلو او كلمة اللي مبعوتة، تمام. هلا بدي اعمل نوتيفاي. اذا بدي اعمل سينك نوتيفاي شوف كيف شو رح يصير. هلا هون الشغل، انا بدي ابعت كلمة هلو او نبعت الاتوم هلو، اوكي، او التاج هلو اللي بدك اياه. المهم هي النقطتين في بعض، هلو بدنا نبعتها، تمام. هلا رح يستنى الخمس ثواني، حاطين خمس ثواني الكود انه هون سليب خليه نايم ما يعمل شيء لمدة 5000 ملي ثانية، كيف يعني 5 ثواني؟ فبيشتغل تلاقيه شو نظر. طيب هلا إذا عملنا نفس الحكي وعملنا فلاش، تمام، خلص ما عاش شيء. طيب الآن وصلت رسالة دغري ووصلها، أوكي، مجرد ما نطر أخذ الدور، أخذ الكلمة دغري بعدها، أوكي، مجرد بس شو بيكون انتظرها. هلا لا احنا بدنا نعملها نوتيفاي، بتكون اسينكرونس غير متزامنه، اوكي. فببعت هلو، هلا بس بعمل انا فلاش، تمام. شايفين كيف الهلو لحالها؟ بعدين هي بتنطر 5 ثواني من حالها، امتى ما تجي تجي، المهم رح تستنى 5 ثواني اوكي وتجي. بس هناك بالسينك في تزامن، يعني لازم تمشي على الوقت حبه بحبه ورا وحده، في تسلسل شوي. بالاسينك ما في تزامن، اوكي، مش لازم ينتظر حتى ينفذ العملية، اوكي، على الرغم انه العملية ناطرة بالتوازي مع البرنامج، اوكي. فأنا هذا اللي حبيت أوضحه، تمام. خلينا نشوف كمان إذا حكى هو يمكن كمان على الفوروردر، أظن حكى على الفوروردر بهالطريقة. لا ما حكى، اوكي، ما حكى ابدا، هذي بس بالايكوار، بس ما بيأثر حتى بالفوروردر او بالايكوار. المهم هو بس حط انت سينك نوتيفاي، اوكي، بتكون تخلي البرنامج ينتظر حتى يرد الخبر، اوكي.
الشركة. فهذا اللي كنت أنا حابب أنوه عليه وضوي عليه. تمام، ماشي، والسلام.